السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا، قناة الألعاب، قناة لورد هولاغو. اليوم إن شاء الله عنا شرح بسيط على أبليكيشن أب كوينز، ومن قبل شرحنا لكم كيف تنزلون الألعاب عن طريق الأب تويد، وهو يختص بالألعاب اللي هي ممكن ما تحصلونها في الأبليكيشنات الثانية مثل جوجل بلاي، وهالبرنامج يكون مختص بس فيه الألعاب الخاصة فيه الأندرويد. فالآن إن شاء الله نشرح لكم طريقة شراء في الألعاب، وكيف أنك أنت تحصل خصم وتستفيد منه فيه مشتريات الثانية إن شاء الله. أنتوا الآن أنا أبغي أنكم أنتوا تركزون على المبلغ اللي موجود هنا عندكم فوق، هذا المبلغ حاليا في الحساب موجود عندي وأقدر أشتري فيه في الألعاب عن طريق المجاني، ولكني الآن ما راح أشتري فيه المبلغ هذا، راح أشتري من بطاقتي الخاصة بطاقة كريدت كارد، وراح أراويكم هنا أنا كم أحصل أو المبلغ اللي راح أحصله هنا إضافة من المشترى اللي أنا راح أشتريه، وممكن أني في مستقبلا أني أنا ما أدفع عن طريق البطاقة وأجمع الفلوس هنا وأدفع عن طريق المجان في اللي هو الألعاب. فهنا عندكم الريواردز، وهني عندكم البرومو كود. هذا البرومو كود مثلا انا استخدمه في لعبة المشروم، تقدرون تسيبونه عندكم وتلعبون فيه وتشترون من خلاله، تحصلون في 5% اضافية على كل مشترى يحصل فيه الالعاب اللي خاصة فيه الاب تويد. فالالعاب فقط من اب تويد، مش الالعاب اللي راح تنزلونها من جوجل بلاي. فهني هذا الكود حق لعبة مشروم، والآن راح نستخدم الكود هذا، وشوفوا هني يبين عندكم ان فيه receive an extra 5% bonus in all your purchases في اللعبة. فالآن ان شاء الله راح نشرح لكم كيف طريقة ان انتو تحصلون ارباح من اللعبة هذه، والارباح هذه تستخدمونها مستقبلا من غير ما تدفعون مبالغ حقيقية في اللعبة، وكلها بتكون عن طريق النقاط هذه. فالآن بندخل على لعبة اللي هي ليجند اوف مشروم، ندخل على لعبة ليجند اوف مشروم، معني أنا موقف إني أنا أشتري عن طريق البطاقة أو الكريدت كارد، لأن أنا قاعد أربح أو أحصل فلوس ثانية من نقاطي أنا اللي هي فري. فاللعبة هاي صارت لي أنا كامل فري، ما أدفع عليها أي شيء. فالآن هنا في عنا نشوف وين نقدر نستفيد ونقدر نشتري أشياء نستفيد منها. فالآن راح أنا أشتري من اللعبة هني. هني أنا محتاج في أشياء محتاجها عشان أفتحها. انا محتاج، راح اقول لكم انا شو اللي محتاج، انا محتاج المطارق هذه عشان احصل هني واحصل اللي هي البونز اللي انا ادور عليه. فالان راح نشحن او نشتري مبلغ بسيط جدا، تمام يا اخوان، ولكن قبل ما نشتري اباكم تركزون على المبلغ هذا، المبلغ هذا اللي راح تركزون عليه، وشوفوا كم راح يزيد هنا عندي. الحين المبلغ 1467 دولار. الآن ندخل على اللعبة مرة ثانية، نشتري هنا في الابليكيشن، نشتري تقريبا بخمسة دولار، تمام. راح نشتريها عن طريق هنا يا اخوان، عندما انتوا تشترون، تبون تشترون عن طريق الاب كوين، لاحظوا هنا شو يقول لك، يقول لك انت راح تشتري عن طريق الاب كوينز كريدت، اللي هو المبلغ اللي تو راويتكم اياه اللي هو من 1400 دولار، تقدرون تشترون من هناك. ولكن انا الان ما راح اشتري من هنا، انا راح اضيف او استخدم كريدت كارد او باي بال هني الاشياء اللي انت تقدر
تشتري منها. ولما تشتري الآن راح تحصل 20%، لأنك أنت نزلت اللعبة من الأب تويد، وكذلك أديشنال إضافة 5% من الأب كوينز، هذه توتال 25% خصم على كل مشتري لك في اللعبة أو أي لعبة تلعبها. وهذا البونز اللي راح أنت تحصله إذا اشتريت $5، وكذا ما زدت راح تحصل أكثر. ونشوف الحين. ونرجع ونحصل هني 1.18 بونز من حصلناه في الأب تويد. فالآن نرجع على أب كوينز، فنرجع الآن للرصيد اللي كان اللي شفناه من شوي. لاحظوا هنا زاد عندي $1، زاد عندي $1 في الرصيد، كان 1467 والآن صار 1468. فكذا كل ما اشتريت انت كل ما حصلت رصيد زيادة هني، وتجمع هني رصيدك، فهني انت قاعد تحافظ على فلوسك وما راح تضيع بلاش. وهذا هني انا اللي حصلته اللي هو زائد 13.93 بوينت، وهنا عنا 25 بوينت، على بعضهم راح يطلعون مال 120 تقريبا، 120 بوينت. فهذا 120 بوينت يعني 1 دولار تقريبا. فالآن أنا بس اشتريت بخمسة وحصلت $1، اشتريت بمية تحصل 25% خصم في حسابك، يعني لا يقل عن $25 من $100 اللي شحنتها انت اللي اشتريت فيها، تحصل 25% في حسابك هنا، لا يقل عن $25-$30 انت قاعد تشحن وتسيف الرصيد هنا، ومستقبلا ما راح تحتاج انك تشتري اي شيء. فانا هني قمت اشتريت اليوم، ولكن اشتريت عن طريق الاب كوين وما دفعت اي مبالغ عليها. فهذا كان شرحنا اليوم على وهذه المطارق اقدر استخدمها هني، واقدر احصل الاشياء الثانية. فهذا رصيد جدا جميل، شوفوا حصلنا وكنا لكي فيه الحمد لله. فهذا كان طريقة انكم انتو تشترون عن طريق الاب كوين وتستفيدون من المبالغ هذه، وتقدرون تحولون لأي شخص تبونه عن طريق تحطون الرقم الاي دي، وتحصلون هنا عندكم بالضبط رقم الاي دي، وتحطون الاماونت اللي تبون ترسلونه، وترسلون مبلغ او نقاط حقهم. وانا كذلك اليوم ارسلت نقاط هنا، شوفوا هذه النقاط اللي انا ارسلتها اليوم لشخص ثاني. فشيء بسيط جدا، وتقدرون انتم تشحنون وتشترسلون بين اهلكم، وما تدفع من جيبك، بتدفع من النقاط اللي موجودة انت مجمعينها هني، وتستفيد مستقبلا. راح تكون الالعاب لك انت العاب مجانية تماما، ما تدفع عليها ولا درهم. وهذا اللي كان عنا اليوم، لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب والمشاركة والنشر، وجزاكم الله خير على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.